مشاهدي ومتتبعي موقع إمغ 24 نرحب بكم من مدينة أورليون جنوب العاصمة الفرنسية باريس. نظم لقاء تكويني من طرف المصلحة التربوية بباريس وبشراكة مع القنصلية العامة للمملكة المغربية بأورليون لفائدة أساتذة اللغة العربية. نترككم مع هذا الروبورتاج. اللقاء ديال اليوم كيجي في الاطار ديال استكمال الدورات التكوينيه اللي مخصصه للاساتذه في مجال التخطيط ديال التعلمات. تقريبا ما يناهز 100 ديال الاساتذه اللي استفدوا في جميع تقريبا القنصليات اللي هما تمكننا باش نوصلوا لها لحد الان. كذلك كاين واحد المجموعه ديال الزيارات ميدانيه اللي قمنا بها للاساتذه، والموضوع ديال التكوين دائما تيجي في الاطار ديال تنزيل الاطار المرجعي لتدريس اللغه العربيه والثقافه المغربيه اللي هو سرقت عليه مؤسسه الحسن الثاني وغريب المقيمين الخارج والمجلس الاعلى وزاره التربيه الوطنيه. وحنا في الاطار ديال المصاحبه الميدانيه والتعريف بهذه الوثيقه الاطار كيجي هذا التكوين. في الحقيقه الاساتذه ولا الساده القناصله ولا كاع المشاركين عبروا على واحد روح ايجابيه اللي هي كانت ان شاء الله متحققين الاهداف اللي رسمينها واللي رسمتها السفاره ديال المملكه المغربيه لتدريس ابناء المغاربه المقيمين بالخارج. وبهذه المناسبه راح حنا كنشكروا جميع القناصله اللي ساهموا واللي حضروا معنا واللي أبو إلا يقسمونا هذا العرس التكويني التربوي. والشكر ممتد كذلك للأساتذة والأستاذات اللي هما تحملوا مشاق السفر باش يحضروا معنا، وكذلك الأطر ديال المصلحة التربوية اللي مخصناش ننساو على أساس أنهم أطر كيضحيوا من أجل باش نكونوا في الخدمة. وما نساوش نشكروا السيد سفير صاحب الجلالة اللي تحنا الفرصة على هاد باش نديروا التكوينات. والشكر موصول لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. السلام عليكم، معكم الأستاذة غزلان حجوبي عضوة البعثة الثقافية المغربية بأورليون. اليوم حضرنا التكوين اللي قدموا لنا الأستاذ المفتش الأستاذ مكاوي. صراحة كان لقاء في وقته كانوا ناقصين لنا بزاف الأمور، واليوم حاولنا نستدركوها خصوصا فيما يتعلق بتقديم المقرر المدرسي والإكراهات. كانوا ناقصين لنا بزاف المعلومات والملاحظات، واليوم بفضل هذا اللقاء التكويني قمنا باستدراك ديالها، وكنتمناو تكون فرصة أخرى من أجل تحسين من الجودة ديال العطاء ديالنا. حفيد نشيش، المصلحة التربوية وسفارة المملكة المغربية في فرنسا. المجيء ديالنا هنا للقنصلية العامة بأورليون بهدفين. الهدف الأول وهو إعطاء تكوين الأساتذة، والهدف الثاني أننا نكونوا على اتصال مع الأساتذة ونخبرهم بالواجبات والحقوق اللي عندهم. وباش نخبروا واجبتهم الأساتذة بأنهم في المدارس بحالهم بحال جميع الأساتذة الفرنسيين. لهذا خبرناهم أن إذا كانت عندهم مشاكل تتعلق بالأقسام أو تتعلق بالتوقيت يتصلوا بالمصلحة التربوية، والمصلحة التربوية على استعداد باش تناقش المشاكل مع المفتشيات الأكاديمية ديال فرنسا. ونستغلوا الفرصة باش نتعرفوا على الأساتذة ديالنا، ويكون واحد اللقاء مع السيد القنصل باش يتعرف عليهم من جديد ويعرف بأن هناك مصلحة تربوية اللي متبع الاعمال ديال الاساتذه ديالنا، ونتمناو لهم التوفيق. الباز يونس استاذ اللغه العربيه والثقافه المغربيه هنا بأورليون.
بالنسبه للتكوين اللي حنا بصدده اليوم فتكوين مهم واكيد غيفيدنا. استفدنا من السيد المفتش والاساتذه اللي سبقونا هنا في الميدان فيما يتعلق بالثقافه المغربيه، اللغه العربيه اولا والثقافه المغربيه، وطبعا كيف قلنا غيفيدنا في تحيين ميتخاجو هذيك لي زانفورماسيون اللي عندنا بالتعاطي الايجابي مع هذه المهمه الجديده كسفراء البلد ديالنا المغرب في ارض المهجر. هشام بالازرق، بالنسبه للتكوين ديال اليوم هو كان تكوين في مستوى بالنسبه للاستفاده، فكنظن هو كمجرد تذكير يعني الرؤيه ديالنا لتعليم اللغه العربيه والاهميه التخطيط التربوي، تخطيط التعلمات يعني على ضوء المستويات الدراسيه وفي ضوء الاطار المرجعي يعني لتعليم اللغات الاجنبيه باعتبار اللغه العربيه من فرنسا هي لغه اجنبيه. خليل النجاحي من مدينه بلوا قونسيليس اوغليون. اكيد ان التدريس ديال اللغه العربيه كي يعني مجموعه من الاشكالات فيما يخص، خصوصا ان التلاميذ يعني غير ناطقين باللغه العربيه، ولكن كيشكل اشكال كبير فيما يخص تلقين المواد وملائمه المحتوى مع خصوصيات هذ المتعلمين. وبالتالي هذه فرصه جيده في التكوين هذا، جينا ويعني اكتسبنا مجموعه ديال الاشياء في اطار التقرير ديال السيد الاستاذ المكاوي اللي استفدنا منه الصراحه مجموعه ديال الاشياء فيما يخص تخطيط العمليه التربويه فيما يخص اكثر مواصفات المتعلم والكفايات المرتبطه بهذا المتعلم. وبالتالي يمكننا نقولوا بان يعني استفدنا كثيرا وبان الورشه ديال التكوين كانت ناجحه بامتياز، وكنتمنوا ان يكونوا يعني دورات تكوينيه اخرى اللي ممكن اننا نستفدوا منها فيما يخص دائما تعليم وتعلم اللغه العربيه والثقافه المغربيه.